فوسنا السوبر ماشي اجي كامل الصار اللي ويش حتى ديال برينغلز برجر صغير واس الدراري معكم الساعه مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد كالعاده اخوتي ماما الدراري قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش معكم واحد لايك خليونا نوصلوا هذا الفيديو هذا 40 الف لايك الدراري عارفكم الدراري قادين عليه وقادين تفوتوا انا صحيت 10 الصايب المهم الدراري كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفتره الاخيره على الميساجات الزوينين ديالكم الدراري الفيديو اللي فات ما بنتش فيه حيت اخوتي كنت مريض ديال بصح ولكن دابا رجعت لكم عاوتاني اي باك الدراري وما كاين غير الفيديوهات الحلقين سو قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش معكم واحد لايك ابونوا فعلوا جرس باش نضموا العائله 10 الصايب احسن 10 في العالم الدراري سو التحدي ديال اليوم كيما العاده تحدي هربان ديال بصح تحدي احمق ديال بصح التحدي ديال اليوم هي اننا غادي ندوزو يوم كامل انا ضد سعدوش اخوتي باشياء كبيره ضد صغيره باش بلا ما نكثر عليكم الدراري الهضره خليكم مع الفيديو وغادي تفهموا كلشي زعما اخوتي ويلي ويلي عاوتاني نهار جديد نهار مسطي عاوتاني المهم الدراري اليوم جعلنا لكم فيديو هربان ديال بصح فيديو احمق ديال بصح سو الفكره ديال اليوم عرفتي شنو هي الدراري الفكره ديال اليوم هي اننا غادي نديرو تحدي وهذا التحدي هذا سيدي غادي يكون بيني وبين سعدوش عاوتاني حيت بزاف ديال الناس كيطلبوه لينا في لي كومونتيرات الدراري اول حاجه بغينا نقول لكم الدراري باننا قررنا اخيرا وليس اخيرا اننا نشريو كلب الدراري كلب اللي غادي يعيش معنا ديما هادو الدراري غتصدموا حيت ما فراسهمش سو بغيناكم الدراري تهبطوا لي كومونتير وتعاونونا باش غادي تعاونونا بغيناكم تعاونونا باين نوع نتقداو الدراري بغيناكم تهبطوا لي كومونتير تقولوا لنا النوع اللي عجبكم وعلاش نتقداو فهمتوا شنو هو البلان زاهية عاوتاني المهم الفكره ديال اليوم كما قلت لكم هي اننا غادي نديروا تحدي لمده يوم كامل انا ضدك سعدوش التحدي غادي يكون سميتو تحدي الكبير ضد الصغير يعني تقدر تجي فيك واحد الحاجه صغيره واحد الحاجه كبيره غادي نلعبوا زين بوم ربحتي جات فيك الكبيره خسرتي جات فيك الصغيره واش الا جات فيك الصغيره مو هذا الفيديو كامل لا 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 كل مره وشنو كل حاجه وشنو مثلا مثلا كوكا كاينه الكبيره وكاينه الصغيره برجر كاينه كبيره الصغيره بيتزا انا المهم زاي اخوتي كي جاتكم فكره الدراري المهم الدراري بغيناكم تهبطوا لي كومونتير وتعاونونا في داك البلان اللي قلنا لكم ثم تسجلنا معكم واحد تابونوا فلو باش يوصلكم سو دابا غادي نركبوا الطوموبيل اول بلاصه نمشيو ليها هي شنو هي طاحت لك في بالك اسعد سوبر مارشي سوبر مارشي انا فكرت فيها انت مشو سوبر مارشي يلا ركب يلا سوق بينا اسعد سوق بينا يلا سوق بينا يا تي راسك رجع الله رجع الله اوكي المهم دابا كما كتشوفوا وصلنا السوبر مارشي زاهي يا خوتي المهم الدراري راه الحمد لله ولينا شويه ودابا رجعنا لكم عاوتاني الفيديو زاهي عاوتاني المهم دابا اسعد شنو هي الحاجه اللي طاحت لك في بالك اننا نشريوها ها برينغز ها يعني برينغز هاد برينغز هذه اللي اختاريتي هي غادي نديروا فيها الصغير والكبير كاين برينغز صغيره كبيره واخا ما كانش طايح على بالي ولكن البلان اللي بغيت نديرو شنو هو هو انه اللي يربح غادي يشد السله الكبيره يعمرها باش ما بغى واللي خسر غادي يشد السله الصغيره ويعمرها باش ما بغى برينغز غتبقى في الكلب انا كنت باغي نقول بصاصه ولا دير بصاصه اش لا لا غادي تعمر ما تغليش ما تغليش دابا شوف غادي نلعبو زين بومبا يلا سير بي واحد زين بومبا زرب عليك اصاحبي شنو دير فيه عرفتي شنو دير انا بعدا غادي نمشي اول واحد غادي نعمر السله ديالي وديك الساعه انت هذه غادي تعمرها صافي تبعني اخي امين تبعني تبعني لا 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 خاصك تبقى معايا ولا هذيك الصح عجبت ياك دابا خاصك دير برينكس كبيره واش هذه غتعمرها كامله لا ما غاديش نعمرها كامله ويلي 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 اش بعد هادشي راه انا اللي غنخلصو يعني لا شديت شديت الصغير زينا ملي جات كاع في سعدوش حيت كون جا كون عمر هذيك شوف غادي نكي هادو كامل بركه ويلي اجي كامل الصار ما شغلي انت مالك ويلي ويلي صراحه سته بزاف ومن نفس الوقت صراحه هذا شنو نقول انا غنخشي وحده ما كاملهش هنايا يا صافي واش غا برينكلز واش غا برينكلز ويلي ويلي حتى ديال برينكلز الدراري صافي صافي ما تسوناش صافي شوف شنو باقي ندير خذ دابا الحاره هادي دادي تسمح لي اخي سير لحظه صافي انت دابا ونسينا هاديك هاديك يلا شوف باش ما عمرتيها تديها ويلي ويلي استاذ تصدم والله الا هذا كيقصح معانا والله تصدم هذا كيقصح والله الا تصدم شوف سير سير الا مشات طاح شوف طاح طاحت وحده حيده شوف نعطيها فرصه نعطيها فرصه نعطيها فرصه يلا سير سير واش تشتكيتي بهذيك اللي طايحه هذه ما كاينه هذه ما كايناش بين ما كاينش الشوج هذا هادو غادي المهم جوج ولا فلاش المهم ربحتي جوج شكون بحالك الصاح صبر نشوف انا بعدا شنو ديت هنا شوف شنو ديت هاد الليموني هادي ما عرفت ديالاش هادي وهاد شوف والله الا شوف ايوا ما مبرع الدراري المهم دابا عرفتي الدراري شنو غادي نديرو غادي نمشيو غادي نخلصو هادشي وغادي نحطوه في الطوموبيل وديك الساعه غادي نديرو الحاجه الثانيه شنو هي الحاجه الثانيه تنفكر بعدا شنو صاحبي بزاف غادي شوف والله الا شوف شكون غادي يخلص هادشي
جا شكون ما عندي والو بصراحه هذا خلص الصاط هو مازال تعرف معاك الثاني الصاحي هاني والله يلا سير صافي المهم الدراري سعدوش بقى فيه الحال سيدي قال لك جينا حتى لهنايا وصدق مدي معاه هذا وبقى فيه الحال هذا حيت انا مشيت تديته للدار والله ما غاديش ندوقوا به سوف غادي نزيدوا معاه حتى حنا الشانس غادي نلعبوا دابا على مناضه ربحتي ياك ربحتك ما ديالك صافي صافي كاينه انا بعدا مناضه غندير قول دابا دغيا ندير كوكا انت تبقى كتختار صافي ندير كوكا يلا انا بعدا هذيك هذيك كوكا بعدا هذه هي كاينه كوكا هذه شوف كوكوش كوكا متأكد اوكي هاو ما غادي نحطوهم هنا نلعبوا اليوم دابا الزيمبوم بعدا يلا اصبر حط هذه بعدا هنا يلا سير زيمبوم ناروتو سير 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 زيمبوم بح زيمبوم بح زيمبوم بح بخير جيم يلا لفظ جيم ويبقى الصغيرة صغيرة شو مش دابا انت مش باقي كتقار راس كبير اي وما زيجتك بدوني سكر بدون سكر انا بي سكر انا ودابا شوف واش ربحتو بنيسا ولكن شوف من قاتل في الحرام باقي بزاف ديال البلانات وانت شو مفتح وطق لها سعد اي سعدوس ما تفقدش الامان اي انا خلصوا بداية شعب تشحال يطلع لي هنا شي 120 من 50 درهم 150 بحالك هاني والله تهاني المهم الدراري يلا دابا دخلنا للدار اخوتي من الصباح واش سعدوش مكونيكتي مع من كيدوي الله يعلم سعدوش واش صاحبتي ولا شنو يا سعدوش ولا غير خاشي التليفون الدراري في وجهو كلنا الله يرحم ليكم والدين شي حد ولكن شوف عرفتي شنو بقيت انا كاع الحال راه داك التليفون التليفون شنو قلنا غادي نديرو يوم كامل بداك الشيء صغير ضد كبير ها سو شنو غادي نديرو غادي نلعبو زيمبوم بح الا ربحتي غادي يجي فيك اسيدي الاكس ماكس ديالك ولا ربحت انا غادي نديه حيت انا التليفون ديالي كنصورو به بطبيعه الحال ها انت فهمتي عاوتاني البلان الاخر الا خسرتي شنو غادي يجي فيك هاد التليفون هذا تلاقيته عند الوالده الله يعلم شنو كان واش راه فين واتساب فيه شحال بحال هذا انستغرام فيه سيلفي وكيش الدريزو من بعيد دابا غادي نلعبو زيمبوب الا ربحتي جا فيك هذا الا ربحتي تكونيكت بهذا النهار كامل النهار كامل هذا نساه هذا نساه المهم هذا هو التليفون ديالي القديم الدراري عطيتو سعدوش حتى الدراري التليفون اللي شريتيه الاخر هرسو راه انت هو هرس التليفون ما عرفت اخويا اش كيديروا لهاد التليفونات دابا غادي نلعبو زيمبوب واحد جوج ثلاثه دابا هذا شنو ندير به انا هذاك تكون الطبيب دير به فراسك في واتساب في واتساب والله الا في واتساب صبر صبر ها هو وكي دايره لاباس بخير هانيه عرفتي شنو فيه يوتيوب ها هو كتفرج هكا لا لا شوف في لي فلوك كتصور به لي فلوك واش الدراري معاكم حميد فلوك خلي يوتيوب تخلي ايوا في الرود هانيه شوف سير يا واش الخدمه كيسمع الصوت ما كيشوفش عرفتي شنو فيها عاوتاني المهم الدراري غنسمعكم الاغنية الوحيدة اللي عندي في هاد التليفون هذا اللي كيما كتشوفوا اسمع واحد جوج ثلاثة ربي الدراري كيجاكم التليفون ديالي واش في التراكات الاخرين ولا لا اوكي المهم الدراري كيما كتشوفوا جينا للبلاصه اللي كنقصيو فيها ديما زايا عاوتاني المهم كنت جالس ما بيا عليا وانا نقول سعدوش عرفتي شنديرو غنمشيو نقصيو حيت فيا الموت ديال الجوع وكيما قلنا اليوم غادي نديرو يوم كامل صغير ضد كبير سو حتى هنايا داكشي اللي غادي نشدو غادي يكون فيه كبير وصغير ها انت اول حاجه طاحت لك في بالك اننا ناكلو هنا شنو هي برجر صبر برجر صغير ايوا اذا عرفتي شنو غادي نديرو بما انه هادو 20 غنمشيو عندهم غادي نقولوا لهم باللي قدوا لنا برجر صغير بغينا برجر صغير وبرجر كبير ما كيهمناش ما كيهمناش فراسك الصاط انا بقى فيا واحد البلان ما بقاش فيا حيت الا كليت صغير ولا كبير بقى فيا غير هذا امين مسكين الفيديو كامل ماكلا والو غنكيتفرج شوف شوف امين الدراري عنده روبو ان شاء الله التشالنج اللي غادي نديرو بحال هذا المره الجايه غادي يكون معنا في امين امين ما غيكون صغير ما يكون كبير متوسط المهم الدراري كنبغيوكم كاملين اول حاجه الدراري عرفتي شنو غادي نديرو غادي نمشيو غادي نقولوا لهم باللي بغينا برجر صغير يوجدوه لينا شوف دبروا راسكم ما تغناش جبنا برجر صغير وديك الساعه غادي نتسناو تيطيب وغادي نقصوه صافي زايا عاوتاني تخيل فيك يجي فيك داك الصغير هو عرفتي ماشي انت قلنا له صغير والله تيدير لك شي واحد قدك شمس عشيه
المهم دابا مشينا الدراري عندهم قلنا لهم وجدوا لنا البرجر الدراري لقينا كيقطع فيه قال لك غادي يردوا لكم صغير ما تخافوش قال لك صافي المهمه ديالي هذه دابا عرفتي شنو غادي نديروا هذا غادي نلعبوا زيمبومبا الا ربحتيني غادي دي برجر كبير الا خسرتي غادي دي برجر صغير صافي تفهمنا دابا غادي نلعبوا زيمبومبا اوكي يلا زيمبومبا نور نور صافي المشكله صافي شنو نقول لك على حاجه انا راه غادي نخلص راه نخلصوا راه انا اي كل كيس التمره والله الله الله ما فكره شوف شوف صافي الله معصب انا قاعد صرتي واج ياج 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 صرتي ومريض صرتي خسرتي خسرتي صافي خسرتي شنو دير بشي حاجه انت اي كل تغبي دي ما عندنا ما نديرو الدراري غادي نستناو انه يطيب وديك الساعه غنوريكم كي داير صافي ها هو امين الدراري جايبهم والله الا تهلا فينا صافي صبر صبر انا شنو جا فيا الكبير اه جا فيك انت جاك فيك الصغيره اش من الكبير جا فيك الكبير واش نسيتي حواري انا بغا يضرب عليك صبر صبر هاك هاك صور صراحه انا راه كاع ما كنتش كنتخيل غير قد هذا البرجر هذا وخونا صدمني بالرد صدمني بصح اش كتخاف انت راه السيد اي حاجه غادي تقول لي قد لي قد لي كيف ما كانش حتى انا الدراري كنكون وصلنا للفان ديال الفيديو ما تنساش انا معكم واحد افونو فعلو باش يوصلكم المهم زعما اخوتي كنتمنى عجبكم الفكره ديال الفيديو وما تنساوش تكتبوا لنا في لي كومونتير الدراري اين نوع ديال الكلاب اللي نشريو وشنو علاش نشريو زعما داكشي كامل المهم كنبغيكم كامل عشان نصعفوا اللايف وزاهي اخوتي سو بيس عليكم الدراري زاهي